ميمو كاس اليونايتد يعلن تعاقده مع ساندرو تونالي. انا احمد زايد ويلا بينا نتكلم عن الخبر ده. اعلن نيوكاسل يونايتد النهارده تعاقده مع الدوري الايطالي ساندرو تونالي قادما من صفوف نادي ميلان في صفقه انتقالات تحفه في الصيف ده. وقال نيوكاسل في تغريدة على حسابه في منصة تويتر: يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع ساندرو تونالي من ميلان. ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 سنة إلى نيوكاسل مقابل رسوم لم يكشف عنها، ووقع عقد حتى عام 2028. وكان في تقارير إعلامية مختلفة قالت إن نيوكاسل أنفق حوالي 70 مليون يورو للتعاقد مع تونالي، ويملك ميلان الحق في الحصول على 10% من نسبة إعادة بيع عقده في المستقبل لأي نادي تاني. وصاحب 23 سنة يعني يعد أحد أبرز لاعبين خط الوسط في أوروبا، وساهم بشكل واضح جدا في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، ثم في تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023 اللي خلصان من شوية صغيرين ده. وكان تونالي خاض 34 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم اللي فات، بدأ أساسيا في 30 واحدة منهم، مسجل هدفين ومنح 7 تمريرات حاسمة. أما في دوري أبطال أوروبا اللي وقفت مسيرته مع ميلان إلى حدود نصف نهائي قبل الخروج على يد الغريم إنتر ميلان، فقد لعب تونالي منذ البداية في 12 ماتش كلها من البطولة، وكمان كانت حصلته تمريرتين حاسمتين من غير ما يسجل أي هدف. وكمان يعد قدوم تونيلي تعزيزا مهما ونوعيا لنيوكاسل اللي حصل على المركز الرابع في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات، عشان يبدأ استعداده للمشاركة في دوري ابطال اوروبا من خلال ضم نجوم قادرين ان هم يساعدوا الفريق في الظهور بشكل مميز في البطولة. بس يا سيدي ده كل اللي عندي في الخبر ده، اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.